ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، طبعا في البداية برحب بحضرتك، ويعني تعليقك على هذا المشهد الديمقراطي الذي بدأ تحديدا من 15 دقيقة مع فتح صناديق الاقتراع لأبوابها، ويمكن بدأ كمان من خلال تصويت المصريين في الخارج والمشهد الحضاري الديمقراطي كمان اللي احنا تابعناه واللي بيتواصل النهاردة في اليوم الأول للانتخابات في الداخل، وإن شاء الله بيستمر على مدار 3 أيام. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. مصر بتشهد اليوم التصويت الانتخابي للمصريين في الداخل، وهو استحقاق دستوري وسياسي مهم، وسبقه أيام 1 و2 و3 ديسمبر تصويت المصريين في الخارج. الحقيقة تصويت المصريين في الخارج كان بيعكس مؤشرات جيدة للمشاركة، ونتوقع أيضا أن تصويت المصريين في الداخل سيعكس نفس الفكرة، بتعبر عن وعي الشعب المصري وتلاحمه والقدرة على مواجهة التحديات. خلينا نقول أن أي حدث سياسي عنصر الزمن أو التوقيت مهم. فبالنسبة لهذا الاستحقاق السياسي والدستوري، بنجد أن في عديد من التحديات اللي بتواجه مصر، سواء كان مصدرها الإقليم أو تحديات دولية. يعني الإقليم الحدود كلها مشتعلة كما أشار السيد الرئيس، من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب. في أيضا مستجدات التي تحدث في غزة، والعدوان الإسرائيلي الوحشي على الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى تداعيات الأزمات الدولية واللي بتنعكس على كل دول العالم. نعم. بما في ذلك مصر. إلى أي مدى دكتور إكرام في ضوء المعطيات اللي حضرتك ذكرتها، وبشكل خاص لما نتكلم على السياسة الخارجية المصرية، والحقيقة الموقف المصري الثابت من مختلف القضايا الموجودة في المنطقة، وحضرتك أشرت طبعا إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة لدى أشقائنا الفلسطينيين، الدور المصري هو له موقف ثابت؟ مصر لها موقف ثابت وواضح تماما، بالإضافة أيضا إلى الدور الإنساني الذي تقوم به من خلال المساعدات التي يعني كانت مصر رائدة في إرسالها إلى أشقائنا الفلسطينيين. بالتأكيد أن مصر بتقف دائما موقف المؤيد للأشقاء الفلسطينيين، سواء في هذه الأزمة اللي بتشهدها غزة أو في أزمات سابقة. ومصر كانت تعمل دائما على مختلف المحاور الحقيقة، يعني على المحاور الإنسانية، المحاور السياسية، الدبلوماسية، التواصل مع قيادات وزعماء في العالم، أمكن الوصول إلى التهدئة وإدخال مساعدات إنسانية، استمرت قرابة أسبوع ثم خرقتها إسرائيل، خرقت هذه الهدنة. إذن المساعي المصرية والجهود المصرية سواء على مستوى القيادة أو على مستوى وزارة الخارجية هي جهود مستمرة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن مصر الحقيقة تعتبر عنصر أمن واستقرار في المنطقة. صحيح. ولذلك يعني ونتيجة لكل هذه التحديات، احنا بنتوقع أيضا أن تكون مشاركة الشعب المصري والناخب المصري في هذه الانتخابات مشاركة جيدة، وخصوصا في ضوء التسهيلات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات. يعني في تسهيلات لعملية التصويت لكبار السن، لذوي القدرات الخاصة، في أيضا اهتمام بالشباب، تصويت الشباب، تصويت المرأة، في أيضا إشراف قضائي، ودي نقطة مهمة الحقيقة، إشراف قضائي كامل. نعم. على كل مراحل العملية الانتخابية، وده كله بيعطي ضمانات أن الأمور تسير وفقا لإرادة الناخب. نعم. عشان كده نتوقع أن تكون هناك درجة جيدة من المشاركة، وخصوصا أيضا أن في تحديات اقتصادية وتنموية تواجه الرئيس القادم. هذه التحديات اللي هي تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، إذن
كل دي تحديات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو تنموية تجعلنا نتوقع أن تكون هناك درجة مرتفعة من المشاركة في الداخل أيضا، إضافة إلى الثقة في وعي الشعب المصري، لأن الانتخابات المصرية ولو إنها الرئاسية ولو إنها شأن داخلي إلا أنها تحظى باهتمام كبير. تحظى باهتمام كبير دكتور إكرام، نظرا لمكانة مصر وثقة مصر فيه ليس فقط إقليميا ولكن حتى على مستوى العالم. دائما ما نؤكد على أنه العالم بأسره دائما ما ينظر إلى مصر وإلى هذا المشهد الديمقراطي المهم الذي يصيغه ويصنعه المواطن المصري من خلال وعيه ومشاركته الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام. طبعا احنا دلوقتي متابعين مع حضرتك من خلال يعني على الهواء مباشرة اللجان الانتخابية المختلفة، الحقيقة اللي بيزينها علم مصر اللي بيعتبر رمز للهوية والوطنية والانتماء إلى هذا الوطن وحب مصرنا العزيزة الأبية الآمنة المستقرة دائما. إلى أي مدى دكتور إكرام من وجهة نظرك أنه هذا المشهد الديمقراطي بيعكس الوعي الذي أصبح عليه المواطن المصري حاليا بحيث أصبح أكثر إيجابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام؟ طبعا ده بيعكس وعي المواطن المصري ورغبته في المشاركة الحقيقة، وأنا عاوز أقول إن المشاركة قيمة مهمة مرتبطة بالديمقراطية، وفي عوامل بتساعد على تدعيم هذه المشاركة، ومنها أيضا التعددية، يعني تعددية المرشحين. احنا بنشهد النهارده ولأول مرة في الانتخابات الرئاسية المصرية أربع مرشحين، إذا ومن الأربع مرشحين في ثلاثة رؤساء أحزاب، إذا في تمثيل للأطياف المختلفة السياسية والفكرية في الانتخابات الرئاسية، وده اللي بيخلينا أيضا نقول أن هناك ستكون درجة مرتفعة من المشاركة أو درجة جيدة من المشاركة، وخصوصا ان المواطن المصري عنده الوعي يريد ان يظهر الصوره الايجابيه للوطن للعالم. كل دي عوامل الحقيقه بتجعل اهميه كبيره لهذا الاستحقاق السياسي والدستوري المهم في تاريخ الوطن، وان الشعب لما بيروح يشارك ويدلي بصوته ويمارس هذا الحق الدستوري ويمارس واجبه كمواطن هو بيعطي الانطباع الإيجابي عن مصر وشعبها، وأيضا بيصنع مستقبل الوطن. بالتأكيد دكتور إكرام، حضرتك أشرت لنقطة في منتهى الأهمية وهي التعددية الحزبية والتنافسية السياسية التي تميز الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بنتابعه بالفعل. يعني حضرتك شايف أنه دي بتعتبر من أبرز السمات اللي بتميز هذه الانتخابات، ولكن أيضا لابد أن نشير إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تنتظر الرئيس القادم على جميع الأصعدة، سواء كانت تحديات داخلية وكذلك أيضا تحديات على الصعيد الخارجي. بالتأكيد رئيس مصر القادم يواجه وسيواجه العديد من التحديات الحقيقة. التحديات دي قد يكون مصدرها الإقليم، قد يكون مصدرها تحديات عالمية، قد يكون مصدرها تحديات تنموية واقتصادية في الداخل. لأن احنا عارفين أن في تطورات دولية وأحداث سياسية دولية أثرت على العالم ككل ودول العالم كلها بما فيها مصر بالتأكيد، سواء في ارتفاع معدلات التضخم، سواء في تغيرات في أسعار الصرف الدولية، سواء في تغيرات في أسعار الطاقة، إذن كل دي كانت بتنعكس على دول العالم ككل، إضافة بالتأكيد إلى التغيرات والتحديات الإقليمية. وأيضا تحدي مهم من وجهة نظري وهو التحدي التنموي أو التحدي الاقتصاد ومواجهة المشاكل الاقتصادية، وأن يشعر المواطن المصري بثمار التنمية، وده اللي بيهم المواطن حقيقة في أي دولة في العالم. وإحنا بنتوقع أن يتم في المرحلة القادمة التغلب على هذه التحديات وتحقيق المشروعات، استكمال واستئناف المشروعات العملاقة المرتبطة بالتنمية، وبحيث تنعكس على المواطن ويشعر بتأثيرها. وفي تحدي أيضا في رأيي
وهو تحدي الزمن. يعني ان التنميه ايضا ليس فقط عن تحقيق التنميه بصفه عامه، وانما ايضا في تحدي الزمن، يعني ما هو الزمن، ما هي الفتره الزمنيه التي تتحقق فيها التنميه، وكلما كانت هذه الفتره الزمنيه اقل او اكثر تكون الامور اكثر ايجابيه. فكل دي تحديات الحقيقه تواجه رئيس مصر القادم. دكتور إكرام، لو تحدثنا عن الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك أثناء فترة الاستعدادات لهذا الاستحقاق الدستوري المهم، الانتخابات الرئاسية 2024، جهود كبيرة جدا وتمت بالتنسيق بين أو مع جميع مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة حتى تظهر هذه الانتخابات الرئاسية بكل إجراءاتها في كل محافظات الجمهورية، وكذلك أيضا في الخارج، بالصورة اللائقة التي تليق بمكانة وقيمة مصر أمام العالم بأسره. قراءتك لهذه الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الاستعدادات وحتى الآن؟ الحقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات كان لها دور مقدر ودور كبير في منذ البداية، يعني استعداد للعملية الانتخابية والشروط التي يجب أن تتوافق في من يترشح للانتخابات، سواء من حيث السن، من النواحي القانونية، من النواحي الصحية. كل هذه الإجراءات أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أيضا أنها ستقف موقف محايد أو على مسافة متساوية من جميع المرشحين، إضافة إلى التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. وده الحقيقه ايضا من الامور الايجابيه. وحددت مواعيد وتوقيتات زمنيه لفتره الترشح، فتره ايقاف، يعني ايقاف لباب الترشح، الصمت الانتخابي، الطعون، البت في الطعون، الاعاده لو كان في اعاده، كل ده بتواريخ محدده سلفا. وعملت ايضا على تعريف المواطنين بكل هذه الإجراءات، أيضا من حيث إعلان الرموز الانتخابية للمرشحين وأن يتعرف عليها الناخب، من حيث النواحي اللوجستية، الحبر الفوسفوري، كل دي كانت استعدادات للعملية الانتخابية، وجرى التعريف بها للمواطن من مختلف أجهزة الدولة، وخصوصا من خلال أجهزة الإعلام. كان جهد مقدر الحقيقة للهيئة الوطنية في هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي الفاني. أشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.